طيب كنت عايزة أسأل حضرتك في نقطة حضرتك أثرتها، مين هم الفئات اللي بيستفيدوا من هذا الدعم؟ يعني إحنا بنتكلم مش بس دعم مادي، ولا بنتكلم بس في دعم سلعي، إحنا بنتكلم في تغيير شكل حياة، زي ما حضرتك قلت مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة كلها بتقدم لفئة من المواطنين المسكن والأكل والشرب والعلاج. الحقيقة طبعا لما أخد المشروعات دي عندنا تكافل وكرامة، أحد المشروعات الأساسية اللي انتهجتها الدولة واللي استطاعت أنها تصل أو تكفل كل واحد موجود عندنا في الدولة المصرية يحتاج إلى دخول ويحتاج إلى دعمه بدخل ثابت، وكرامة كمان أنه هو كمان أن هناك كمان في مجموعة من الناس بنديهم دعم بس بوفق شروط معينه. سواء هذا المشروع او هذا المشروع، لما اخذ الارقام اللي كانت موجوده سنه 2014 او 2016 والنهارده، اجد تقريبا ان الاعداد دي زادت، واجد كمان ان هذه الكميه كده. المراه المعيله كمان ما ننساش كمان ان هو الفئه الصحيه والطبيه، المبادرات اللي تمت عشان ترفع من خدمات صحيه للافراد الغير قادرين. كمان النهارده عندنا كمان مشروعات كمان مش لا يقتصر مش معنى ذلك بقدم مشروع وبس، لا ده كمان دخلت الحمايه الاجتماعيه في مشروعات، مشروعك وابدا، ومشروعات صغيره عشان اوفر وسيله انتاج او وسيله عمل لمواطن كان لا يعمل. هذا الامر استطاعت الدوله المصريه انها توفر من خلال مبادرات كبيره جدا. وهنا لازم نشير في هذا التوقيت تحديدا ان الدوله المصريه هنا اشتغلت في كل الحاجات دي على اساس المبادرات اللي هو تركيز العمل وتوجيهه الى فئات مستهدفه حتى يمكن ان نقضي على مشاكل كثيره. وحتى كان في اولويات يا فندم، اولويات خاصه بوضع الدوله صحيح. خلال السنوات العشره الماضيه كان في اولويات طبعا بوضع الاسر الاكثر احتياجا على سلم الاولويات الخاصه للدوله المصريه وللمظله الاجتماعيه او مظله الحمايه الاجتماعيه.